عمري هذا مدرب ولأول مرة يدرب فريق أفريقيا عربي وهو الكبير الأهلي. هيبدأ اللقاء مشاهدينا، نتمناها ساخنة، نتمناها ممتعة بمشيئة الله، نتمنى إن شاء الله فرحة وسعادة وفوز للنادي الأهلي في اللقاء. بدأ اللقاء مشاهدينا على الشمال، الهجمة والتحضير ناحية الفريق السويد كوري الليفاري بقدم اللاعب إبراهيم الكوري، وورا تحضير وتحرك كله ممتاز من اللاعب رجاء السلة، التصويب ولكن تعدي الحمد لله. قدم عثماني وطارة، عرضية عالية راسية قوية ولكن الحمد لله مستقبل كبير جدا مع الأهلي. عدل مضى السند جميلة، عماد والسند بطريقة خطيرة جدا، اللمسة جميلة هدف تحقيق القرار في سقوط لعماد متعب في هجمة منظمة في عرضية اتلعبت حلو قوي من رمضان صبحي، وسدة جميلة من وليد سليمان والتحرك دي بس استلامة تانية خطورة خطيرة جدا استلام من ديمبلي وتصويبة عرضية ولكن ممتازة صلاح سويسبور لهيرمان اكواو، اكواو عرضية قوية تعدي بتاخد خطورة خطيرة جدا الاستلام بالعرضية تانية ولكن ممتاز ايدان هجماتهم رمضان خطير رمضان عدى رمضان والعرضية لبرة بتاخد خطورة وليد وليد المهارة وليد وتصويبة لكن على طول من منصور كرة مية تعدي الجالي خطيرة بتاخد خطورة السندة تصويبة ولكن الحمد لله يا الله على الخطورة يا لاعب الرجاء اسالي هذا اسالة عدى بطريقة خطيرة اسالي اسالة خطيرة والعرضية لبرة خطيرة جدا بتاخد خطورة السندة وتصويبة ولكن في العرض في العرض الحمد لله بيعملوا اللي هم عاوزينه لاعب ونجوم السويد بوري فور طوال المباراة بيعملوا رمضان صبح رمضان الباصة لعماد متعب عماد ولكن طلوع من حارس جوبو تماس تتابع بسرعة تماس بسرعة بتاع خطورة خطيرة جدا اللمسة العرضية خط تصويبة والتألق من جوبو بتاع خطورة على الطرف اليمين ناحية كوامي كوامي العرضية وده خطورة ده تصويبة لكن تعدي بعيد الحمد لله خطيرة سريعة لسليمان الدبل بتاع خطورة تصويبة قوية يا الله على الخطورة تصويباتهم قوية جدا 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 راسية ولكن الدفاع عالية فوق محمد نجيب ولكن الحكم اللقاء البريطاني سيشرون بيصفر بنهاية أحداث الشوط الأول في هذه الحلقة هزيمة وحيدة والهزيمة كانت هنا في القاهرة بهدف واحد مقابل لا شيء أمام الأهلي من ضربة جزاء بقدم وليد سليمان في الضربة بدأ الشوط الثاني بسم الله الرحمن الرحيم هجمة على اليمين تصل باسم عادي بسرعة والباصة جميلة عدى خط جميلة جدا بتاخد كورة باسم عدى باسم والعداء تعدى بتاخد كورة مسادرة تصويبة والدفاع من على خط المرمى هجمة خطيرة هدف تضيع لمسة حلوة جميلة الغالي عدى غالي الوادي الغالي راسبة تانية لسه في خطورة باص ناحية اليمين انطلاقة سريعة محاولة خطيرة بتلاقي خطورة لناحية كمين عدى والعرضية بره خطيرة جدا والهدف مش وقع الحمد لله الحمد لله طلعت فوق العرض رمضان البصة أحلى جميلة جدا لموسى أدان عدى أدان والعرضية قوية تعدى بتلاقي خطورة خطيرة جدا خطيرة جدا مش ممكن مش معقول رمضان صبحي لسه كورة مع رمضان رمضان في 97 تغيير خروج شريف على الرقم 4 والاستعانة بالباك الشمال للصبر الرحيل رقم 2 اللي كان فيه الكره الطوليه خطيره اماميه جميله جدا ولكن قويه الباص تصل لحد الحارس سيلفان الجبوح حارس المرمى في التحرك الممتاز من وليد سليمان وتمثيليه موجوده من الحارس ليفاري سيلفان الجبوح بيقولوا ان في خبط او في ضرب من وليد سليمان للحارس سيلفان الجبوح وهذا اعتراض وفي شد وجذب وفي عصبيه كمان في عصبيه موجوده في اداء موجودة من رقم 10 سيدريك كوجوا فاول تلعب بسرعة فاول رمضان صبح رمضان العرضية أعطوه خطيرة تصويبة حلوة صد أحلى يه 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 على التصويبة تصويبة جميلة السد جميلة خطيرة جدا رمضان باص جميلة بتاخد خطورة السند بتاخد رمضان وتصويبة ولكن وحشة جدا وحشة جدا كان يلعب الباص المفروض ناحية اليمين ناحية باسم عدل ولكن طمع فيها طلع وزاد وتحرك لقدامه على اليمين موسى أدان والعرضية قوية عالية خطيرة وراسبة الدفاع لفاري متابعة تصويبة جميلة ولكن بره الملعب عاوزين نخطف حاجه تغيير ثاني بالنسبه للاهلي خروج موسى ادان والاستعانه بالسعيد عبد الله السعيد سعد سمير طلع بره الملعب في برامج التماس ادي الساحر مانويل جوزي مانويل جوزي مدير الفني السابق نادي الاهلي اللي حقق مع حسام غالي الهجمه السريعه وتلقى خطوره لمسه تصويبه قويه ولكن بعيده بعيده بره الهجمه لصالح نادي الاهلي لمسه تعدوا الجالي خطيره جدا بتاخد خطوره السنده حلوه جميله وليد سليمان سليمان والهجمه التصويب والهدف مش ممكن مش ممكن يا وليد ياه 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 عليك يا فنان يا ماسترو يلا يا حاوي يلا يا حاوي ساعدنا وفرحنا النهارده تصويبه ولكن التعدي بره الملعب بسرعه
خطيره جدا، خطيره جدا، السرعه موجوده، سرعه موجوده، خطيره الهجمه، خطيره الهجمه، استرها يا رب، استرها يا رب، لمسه ساندرا تانية، خطيره تصويب ولكن الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله بره الملعب ضربه المرمى. تغيير اخير للاهلي. الاستعانه بالنجم محمد فاروق. هذا هو محمد فاروق هينزل ارضيه الملعب. وخروج اكيد هنشوف مين هيخرج، مين هيخرج محمد نجيب المدافع. هيخرج نجيب المدرب الكهوانا كارلوس جاريدو. والاستعانه محمد فاروق رقم 22 القادم هذا الموسم. سعيد الباصه جميله، خطيره سريعه، حلوه الهجمه والسنده، منتهى الكوره والسقوط، والسقوط للحكم الدسحاق. نمسك كورته هيتربي بقى يقعد دقيقه دقيقتين عشان يخلص المباراه. هذا هو الاعاده مره ثانيه، هذه الاعاده، هذه الاعاده والاستلام بدوران من وليد سليمان. اي نعم رفع ايده المدافع رقم 15 عثماني اوتارا. لمسه ولكن رفعها جابوها، منتهى الخطوره، خطيره جدا للسوسبور، منتهى الخطوره، تصويب ولكن الحمد لله فوق العرض، فوق العارضه، كتيره سريعه صبري والعرضيه قويه، تعدى على الشمال منتهى الخطوره، تقع منه الحارس متابعه، منتهى الخطوره، خطيره جدا للسنده، وريده لمسه تصويبه قويه والحارس، والحارس والدفاع يطلق، متابعه ثانيه عاليه فوق منتهى الخطوره، ولكن راسيه قويه من اوتارا متابعه تصل عليه حسام غالي واللمسه وليد سليمان والتصويب ولكن بره الملعب، طلعت بره الملعب رقيه، طلعت رقيه موجوده، باصه جميله. يلا يا عبد الله وليد سليمان لعبد الله لسعيد لوليد سليمان، الباصه جميله، محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله، راسيه كبير، الاهلي العظيم، الاهلي زعيم افريقيا، الاهلي بطل افريقيا، الاهلي ملك افريقيا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، هدف الفوز الغالي بمشيئه الله، تسلم لي رجليك وايديك وعينيك، يا تسلم لي ايديك، والله تسلم لي رجليك، والله تسلم لي دماغك، تسلم لي كل حته فيك، يا عينيا متعب، يا ريتنا كبير، الفرحه الفرحه الفرحه، النهارده مصر كلها فرحانه، النهارده مصر كلها فرحانه، ولكن البصه ايه؟ البصه السحريه بقدم نجم النجوم الحاوي 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 وليد سليمان وارتقام راسيه جميله جدا جدا بالنسبه لعماد متعب نجم النجوم، واحد لا شيء، واحد لا شيء، صفر يا حكم والحكم صفر بيصفر المباراه، بيصفر بنهايه المباراه، والاهلي مشاهدينا بطل بطوله كاس الاتحاد الافريقي المسماه بالكونفدراليه لعام 2014 في اول بطوله لفريق عربي لاول